يلا بينا نكمل كلامنا في ريكروتمنت اند سيلكشن عشان نبقى خلصنا الاتش ار المدملك، مش المقلبص بقى، المدملك. لو انت بتدور على الاتش ار، الحمد لله على السلامه، انت في المكان الصح. الحمد لله على السلامه، انت في اورجام. مساء الخير، اسمي مروان مختار، بزنس ترينر اند كونسلتنت، واحنا كده بنكمل سلسلتنا في الهيومن ريسورسز او الموارد البشريه، واحنا بنتكلم ده تاني فيديو في تاني موديول جوه الاتش ار. كنا اتكلمنا في الموديول اللي فات عن الورك فورس بلاننج او تخطيط القوى العامله، والموديول ده بنتكلم في الريكروتمنت اند سيلكشن او الاستقطاب والتعيين. والفيديو اللي فات اتكلمنا في اول خطوه من اصل خمس خطوات في الريكروتمنت. بقى احنا عندنا ريكروتمنت استقطاب وسيلكشن اختيار. سيبك من السيلكشن دلوقتي، تعالى نتكلم على الريكروتمنت. الريكروتمنت ده فيه خمس خطوات. ايه هما؟ في internal recruitment، مش خمس خطوات، خلينا نقول خمس جوانب. internal recruitment او استقطاب داخلي يعني بيتعامل من جوه الشركه، واكسترنال recruitment يعني استقطاب من خارج الشركه. ولما تيجي تبص من خارج الشركه او من داخل الشركه لازم يكون عندك حاجه اسمها sourcing، ازاي تختار الحتت المناسبه اللي تجيب منها resumes كويسه او candidates مرشحين للوظيفه. وكمان لازم يكون عندك حاجه اسمها جوب بوستنج، ازاي تكتب جوب بوست محترم. ولازم كمان يكون عندك سكريننج، او لما يجي لك عدد كبير من الريزومز تبدا تختار منهم ازاي. حلو، يبقى احنا كده في خمس حاجات. الفيديو اللي فات خلصنا الانترنال ريكروتمنت، والفيديو ده هنخلص الاكسترنال ريكروتمنت، والفيديو اللي جاي هنخلص الثلاثه اللي باقيين في الريكروتمنت عشان بعد كده ان شاء الله نفوق للسيلكشن. يلا بينا بقى نتكلم في الاكسترنال ريكروتمنت. طبعا واضح من اسمه ان الاكسترنال ريكروتمنت ده ان حضرتك بتجيب كانديدتس او مرشحين من بره الشركه. حلو، عشان ما نتلخبطش ومنتوش، خلينا نقسم الاكسترنال ريكروتمنت لحاجتين: طرق اوفلاين بعيده عن النت والنتيت، وطرق اونلاين في النت والنتيت. تعال نتكلم الاول على الطرق الاوفلاين. يعني ايه اوفلاين؟ يعني ما بستخدمش فيها النت. هو في طرق لسه ما بستخدمش فيها النت؟ يا معلم، قبل بس ما ابدا اكلمك على الطرق اللي انا ما بستخدمش فيها النت او بستخدم فيها النت او اي مكان، خلينا افكر حضرتك في حاجه. كل واحده منهم هبدا اشرحها لك، هقول لك هي بفلوس ولا مش بفلوس، يعني هي ببلاش ولا بفلوس، وفي نفس الوقت تقدر تستخدمها للبلو كولرز ولا للوايت كولرز. لو انت بتابع السلسله دي هتبقى عارف ايه الفرق بين البلو كولرز العمال والفنيين والوايت كولرز اللي هم الاداريين. يلا بينا دلوقتي نبدا في اول طريقه من الاوفلاين، او الطريقه اللي بعيده عن النت والنتيت، الا وهي الطريقه اللي اسمها ادفرتايزنج. يعني ايه ادفرتايزنج؟ يعني اعلانات. يا معلم والله العمر مش من بعيد، يعني انا كنت حضرت اخره، كنا بنستخدم الوسيط في ان احنا ننزل اعلانات نجيب بيها ناس، وناس كويسه وكاليبرز جميله، وكان بيجي لك ناس سواء وايت كولر او بلو كولر، وحاجات زي الوسيط ما كانش سعرها غالي قوي فكانت مناسبه جدا. طيب خلاص، ما هو دلوقتي ما بقاش في وسيط بقى والكلام ده، وكان في اسواق وخلاص وراح. هل كده ادفرتايزنج خلص؟ لا، انا كنت شغال في شركه توزيع منتجات. شركه توزيع منتجات دي كنا دايما حاطين يافطه على الاتوبيسات اللي بتنقل الموظفين، وعلى العربيات اللي بتنقل المنتجات البضائع بتاعتنا، مطلوب مناديب وسواقين، للتواصل اطلب رقم ده. ما دي طريقه من الادفرتايزنج. لو انت ماشي والسايبر اللي جنب بيتك كاتب مطلوب موظفه حسنه المظهر، ما هو ده ادفرتايزنج. بالادفرتايزنج دي كمان طريقه مش وحشه ابدا في تعيين البلو كولرز، وطريقه يمكن استخدامها ببلاش زي انت هتحط كده اعلان على العربيه، او طريقه فلوس لو انت دلوقتي لسه هتبدا تنزل اعلانات في المجلات الغاليه قوي 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 اللي تبقى طالبين سي او بتاعه. وانا بقى انا شايفها طريقه مش كويسه، ومش هتكلم عنها كتير، ان هي طريقه انا بعتبرها اوت ديتد وبعتبرها شوي قوي ملهاش اي لازمه. فاحنا كده اول طريقه في الاوفلاين هي طريقه الادفيرتايزنج. جميل، ايه تاني طريقه؟ ريكروتمنت ايجنسي. يعني ايه ريكروتمنت ايجنسي؟ يعني حضرتك تكلم حاجه من الاسماء المشهوره جدا، حاجه زي جوب نايل، حاجه زي تارجت، تبدا تتكلم تقول لهم سلام عليكم، انا مش عايز اروح النت والنتيت ولا حاجه، وانا عايز اعين 25 حد كاستمر سيرفيس، او عايز عايز محامي، او عايز عين مسوق، او عايز عين مبيعات، او عايز عين الجن الازرق. كل اللي بتعمله حضرتك بتبعت لهم الجوب ديسكريبشن اللي موجود فيه مواصفات حامل الوظيفه دي. الراجل ده يبدا يقول لك خلاص ما تقلقش، سي نو مور، انا حد اجيب لك الكانديدتس كويسه، وياخد منك. في بقى شركات بتاخد شهر، في شركات بتاخد شهرين، في شركات بيعملوا ديل طول السنه. الموضوع كبير جدا. طبعا مش محتاج اقول لك ان الريكروتمنت ايجنتس دي هتعين لك وايت كولر وبلو كولر زي ما انت عايز، ما هو دول فيهم فلوس، فيهم فلوس. يبقى الادفيرتايزنج برضه انت ممكن تروح للمجلات الغالي قوي، والادفيرتايزنج انت ممكن تبيع بنص جنيه وتحطها على العربيه. الادفيرتايزنج اكتر رايح للبلو كولر طبعا، لكن لو هتروح للمجالات والنظافه وايت كولر. حته الريكروتمنت ايجنسي رايحه للوايت كولر والبلو كولر، وطبعا بتكلفك فلوس فلوس. تالت طريقه، تعالى الى حيث طريقه ضرب الشركات اللي احنا قلنا عليهم ريكروتمنت ايجنتس دي، بس على خفيف، الا وهي الهيد هانترز او الفريلانسرز. يعني ايه؟ راجل بطوله مش شغال في شركه
بيبدأ يقولك والله انا ممكن اعمل لك الشغل اللي بتعمله الشركة دي، بس انا كده مني لنفسي ولا شركة ولا بتاع. طب يا عم هتاخد ايه؟ اكيد هاخد اقل من الشركة. طب يا عم انت بتعمل ايه؟ انا ببدأ اروح للناس، بحط عيني على ناس وابدأ اروح اكلمهم عشان يجوا يشتغلوا عند حضرتك في الشركة. بعمل بالظبط اللي الريكروتمنت ايجنسي بتعمله، بس انا فريلانس ليفل. فنفس الكلام اللي قلناه هنا يسري هنا. يعني حضرتك دلوقتي ممكن تبدأ تروح للراجل ده الجوب ديسكريبشن، يبدأ يقولك هناخد منك قد كده، وينزل يجيب لك وايت كولر او بلو كولر، ويبدأ ياخد منك فلوس برضو شهر او نص شهر او اي مكان الاتفاق. مع ان الناس الفريلانسرز دول مش احسن حد في البلو كولرز. مين بقى احسن حد في البلو كولر يا معلم؟ الفورمان. رابع طريقة. يعني ايه فورمان؟ يعني اول انفار. انا كنت شغال في منطقة صناعية اسمها برج العرب في اسكندرية، كان عندنا فورمان فورمان المناطق الصناعية. طبعا في كذا واحد، بس كان في فورمان كنت قلبي مستريح له اسمه عم سعيد. عم سعيد انا عايز 5 انفار. يا انفار ايه يا مروان؟ فاهمين في حاجه يا مروان؟ لا يا عم سعيد، دول حاجه يكسروا حتى او يشيلوا طوب او يساعدوا في انتاج. ماشي يا مروان. عم سعيد انا عايز فني. عم سعيد راجل كان بيجي ياخد فلوس ويجيب للناس، ما اول انفار كانه فريلانسر بس متخصص في البلو كولر. ابك عم سعيد ده كان راجل عربيه محترمه وراجل باشا، يعني ما تخليش بس عم سعيد دي تفتكر انه راجل غلبان. لا، بياخد فلوس كويسه وفي نفس الوقت متخصص في البلو كولرز. طيب حلو كده. ايه الطريقه اللي جايه؟ الطريقه اللي جايه طريقه مشهوره جدا وشفتها من قبل اصلا ما اخش في مجال الاتش ار. انا خريج اكاديميه العربيه يونيليفر من دي وان واحنا في الكليه، بتيجي تعمل بوث وتقول للناس بتوع سنه رابعه يجي يقدموا عندي، ومتفقين مع الكليه وطبعا مظبطين مع الاكاديميه يعني ديلز وكده، عشان يبدا ياخد الناس بتوع سنه رابعه المتفوقين يبدا يشغلهم عنده، يديهم انترنشيب او يديهم منحه، بعد كده يبدا يخليهم يشتغلوا عنه. ده كده اسمه كوليدج ريكروتنج. طريقه جميله جدا في ان انت تاخد وايت كولرز طبعا، وحتى لو انت رحت المدارس عماليه او كده برضه ينفع للبلو كولرز، وطريقه طبعا بفلوس لان الكليات بتاخد منك فلوس، الا الكليات اللي ممكن تكون بتعملها كواجب مجتمعي او لفايده المصلحه ليها. لو الكليه حديثه فممكن تسيبك تعمل ده ببلاش كشركتك، تعملها ببلاش عشان تشغل الناس اللي عندها. يعني احنا في كليه لسه حديثه مش قديمه قوي، احنا بنتكلم في 10 سنين او حاجه، كانت بتعمل ده في الاول ببلاش عشان تبدا تمشي اسمها. جميل. طب كده 5 طرق كده، خلاص احنا خلصنا الاوفلاين. لا لسه فاضل طريقتين. في طريقه جميله جدا اسمها ووك انز. يعني ايه ووك انز؟ يعني حضرتك قاعد في الشركه تلاقي السكيورتي بيكلمك تحت من على الباب بيقول لك خلي بالك في واحد جاي عايز يقدم السي في بتاعه. طب وما هو انا اعمل ايه؟ يعني هتفق مع الناس يجي يقدمه؟ لا، تظبط السكيورتي ده ان هو ما يقلش ادبه مع الناس. تظبط السكيورتي ده ان هو ياخد السي فيات ويكون في كاميرا او حاجه بتراقبه عشان ما يرميهاش ويقدمها لك اول باول. تظبط السكيورتي ده ان هو يكلمك في كل حد بيجي يقدم. ليه؟ الووك انز دي طريقه كويسه لان دايما الناس، انا ما عينتش حد ووك ان غير لما كان الاتيتيود بتاعه تحفه. ده واحد نازل عايز يشتغل ونازل عايز يتمرمط ونازل عايز يأدي. راجل يعني راجل دي انا بوصف دي راجل والست، يعني حد جدع، حد عايز يقدم شغل. طبعا دي مش هيجي لك منها غير الوايت كولرز والبلو كولرز، لكن وايت او بلو هيجي لك حد ما عندوش اكسبيرينس اقوى حاجه في الدنيا. يعني دايما بنتكلم حد لسه في اول الكارير. شوف الست طرق دول ولسه الطرق اللي حلونا كلام في الاونلاين ولا يجوا حاجه جنب دي. لينكد ان بجلاله قدره قال لك دي احسن طريقه في التعيين وبتمثل 80% من التعيينات على مستوى العالم، الا وهي الريفيرلز. بقول لك يا سهى، ما تعرفيش حد محاسب يجي عندنا؟ اعرف بنت خالتي بتدور على شغل. بقول لك يا زينب، ما تعرفيش حد يجي يشتغل عندنا تسويق؟ احنا عايزين حد كده خريج تجاره يكون عنده 2 3. اسكت، ده انا اخويا بيدور على شغل. ريفيرلز مش واسطه والله يا جماعه، لينكد ان ما بيتكلمش في واسطه، لكن ريفيرل. يعني ايه ريفيرل؟ يعني انا انا عندي حد. طب ايه جمال الطريقه دي؟ الطريقه دي ببلاش. الطريقه دي بتقول لك ان هو هيجيب لك واحد واثق فيه عشان ما يدورش نفسه. الموظف اللي شغال عندك هيجيب لك واحد واثق فيه عشان ما يدورش نفسه. الطريقه دي جميله في ان هو بيجيب لك حد من نفس الكالتشر بتاعته. الطريقه دي وحشه ان لو انت بدات تعمل كده. انا كنت شغال في شركه فتحت الموضوع ده، بقى عندي كل الناس اللي في الانتاج كلهم ولاد عم ولاد خال وبتاع، فعملوا احزاب عليا. لكن الطريقه دي اكتر طريقه فيها تعيين على مستوى العالم بنسبه 80% من توتال تعييناتك الاوفلاين والاونلاين. وبكده يبقى احنا خلصنا 7 طرق بتوع الاوفلاين ريكروتمنت، الحاجه اللي بعيده عن النت والنتيه. كده بعد ما خلصنا الاوفلاين نبدا نخش على الاونلاين، النت والنتيه ذات نفسه بقى. طيب في ايه؟ لا ده في ديفرنت بلاتفورمز، احسنهم حاليا لينكد ان. يا باشا لو انت راجل شغال في مجال الاستقطاب والتعيين، يعني عايز تجيب سيفيهات وعايز تجيب ريزومز محترمه وما عندكش اكونت على لينكد ان، فحضرتك بتهزر. لازم حضرتك تعمل اكونت على لينكد ان، ومش كده وبس، ده انت تبدا كمان تعمل تجين فولورز، تبدا تعمل كونكت للناس، ومش اي ناس، الناس اللي عندك في المجال، عشان تعرف لما تنزل اعلان لمهندسين مكتب فني بما انك شغال في شركه مقاولات تلاقي انت عامل كونكت للناس اللي ممكن يجي يشتغلوا مهندسين مكتب فني. دي حاجه في منتهى الاهميه يا معلم. لينكد ان ظبط الاكونت بتاعك، ان شاء الله هنعمل فيديو عنه برضه عشان الموضوع في منتهى الاهميه. ظبط الاكونت بتاعك، تعمل تجيب فولورز على قد ما تقدر، لان لينكد ان انت ممكن تقضيها. انا بقالي سنين بعين على
على لينكد ان ببلاش. لكن برضه لينكد ان خلي بالك انت ممكن تعين عليه بفلوس، تعمل اكونت بريميوم محترم وتبدا يتحسن وتظبط الدنيا وتروح في اللي انت عايز تروح فيه. لينكد ان مناسب جدا للوايت كولرز، لينكد ان مناسب جدا للوايت كولرز سواء حضرتك بتعين فريش او سينيور. كل ما انت طلعت اكتر في السلم الوظيفي كل ما كان لينكد ان يساعدك اكتر. ودي كانت اول طريقه من 5 طرق عندك في الاونلاين. طب ده لينكد ان. ايه تاني طريقه؟ فيسبوك يا معلم. فيسبوك يا باشا، يلا باشا عايز تعين اللي انت عايز تعينه نزل واديله. انا طبعا زي ما انتم عارفين اكيد خلاص من كل لو اتفرجت على فيديوهات يعني انا اسكندراني، انا عامل جوين ولايك لكل بيج وجروب في حاجه ليها علاقه بتعين في اسكندريه، عشان لما عاوز اعين في اسكندريه انزل اعلان ببلاش والاقي الناس بتقدم سيفيهاتها. طبعا مش محتاج اقول لك ان الفيسبوك برده ممكن تعمل اعلان ببلاش وممكن تحط فيه فلوس كاعلان. والفيسبوك دلوقتي بقى مناسب للوايت كولرز بس ايه فريش جراد او كده، والبلو كولرز ما هو في مناديب في اسكندريه وسواقين في اسكندريه، الجروبات دي اسم جروبس على الفيسبوك. طيب انا كده عملت لينكد ان وعملت فيسبوك. ايه تالت طريقه؟ الريكروتمنت سايتس. فاكر الريكروتمنت ايجنسي اللي احنا قلنا عليهم في الاوفلاين ريكروتمنت؟ ما هو في زيهم في الاونلاين ريكروتمنت، بيت الوظف وجوبزيلا وجلاس دور وحدث ولا حرج، وفي منهم اللي ببلاش وفي منهم اللي بفلوس. دي طرق كويسه جدا، في منهم ببلاش وفي منهم بفلوس، وفي منهم للوايت كولرز وفي منهم للبلو كولرز. لو تاخد بالك فرصنا ده دلوقتي هو السبين اوف من وظف عشان يبدا يركز اكتر على البلو كولرز، لكن هو شغال في كله وكله كويس، لكن هو شغال اكتر في البلو كولرز حتى واضح من اسمه في البراندنج بتاعه. يبقى احنا كده اتكلمنا على لينكد ان واتكلمنا على فيسبوك واتكلمنا على ريكروتمنت سايتس. وجس وقت يا معلم والله الانستجرام ممكن تبدا تعين من عليه، بس انا التعيينات اللي شفتها بتيجي من الانستجرام بتبقى دايما تعيينات فانكي، يعني احد عايز ديزاينر، حد عايز اشر، حد عايز ديفلوبر يوم ما الموضوع يجي ياخد منه جد قوي. لكن انستجرام ما شفتش عليه تعيينات لها الشغلات بتاعتنا يعني او الحاجه الدارجه محاسب او كده، لا بيبقى دايما على فيسبوك ولا ولينكد ان. انستجرام برضه ممكن تعمله ببلاش وممكن تعمله بفلوس ودايما رايح للوظائف اللي انا قلت لك عليها دي. وتفضل معانا اخر طريقه واكتر طريقه قريبه الى قلبي، الكومباني ويب سايت. باشا انت لو تاخد بالك انت عمرك ما هتشوف بي ان جي او يونيليفر او نسلة او مكتبه اسكندريه او اي اسم من الاسماء الكبيره والكيانات الكبيره دي منزل الاعلان بتاعه على فيسبوك. ممكن ينزل اللينك من الويب سايت بتاعه على فيسبوك، لما تدوس على اللينك تخش على الويب سايت تقدم. تخش بقى على الويب سايت بيبقى عنده حاجه اسمها ابليكنت تراكنج سيستم، يبدا يقول لك يلا املى لي ال 10 او الثمان صفحات دول، املى المعلومات، يلا اعمل ابلود للريزومي، اعمل ابلود للي انا عايزه، عشان نبدا الراجل بتاع الريكروتر عندي لما يجي يختار ما يتوهش في وسط السيفيهات، لا ويبقى عنده بالظبط حاجات بتقول له، تبدا تعمل له ريجكشن للسيفي ده وتبدا تقول له خد السيفي ده فيه مؤهلات اللي انت بتدور عليها اللي انت محددها لي. ببساطه السبع طرق في الاوفلاين والخمس طرق في الاونلاين هم دول الطرق اللي احنا بنتكلم عليهم في الاكسترنال ريكروتمنت. احنا كده خلصنا افتكروا خطوتين من اصل 5 خطوات في الريكروتمنت، عشان بعد ما نخلص نبدا نخش في سيلكشن، وبعد ما نخلص الريكروتمنت اند سيلكشن نبدا ان شاء الله نموف فورورد في باقي الموديولز بتاعت الهيومن ريسورسز. لو الكونتنت عجبك استاذنك تانفايت صحابك يعملوا سبسكرايب، طبعا لازم انت تعمل سبسكرايب ده خلاص ده امر مفروغ منه، تجيب صحابك يعملوا سبسكرايب على اليوتيوب، اعمل لايك للفيسبوك وفولو اس على انستغرام وفي لينكد ان. ولو الكونتنت عجبك قوي بقى اعمل شير للكونتنت. اشوفك دايما على خير ودايما بتطور من نفسك. شكرا.